القسم الأول المسائل الأربع. المسائل الأربع هي باختصار وجدت في سورة العصر، الدليل عليها في سورة العصر. أولا لابد نتعلم، إذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمناه. تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمناه وعملنا به. ولابد من الصبر. نصبر أولا على العلم على التعلم، ثم تصبر على العمل، ثم تصبر على الدعوة. إذا صنعت هذا في الدنيا بإذن الله تجيب عن أسئلة القبر. الذي لا يأتي بهذه المسائل الأربع هو خاسر. نعم.